السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو محافظة عراقية تعلن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول هي محافظة القادسية. تربية القادسية تعلن نتائج السادس الابتدائي وتعلن نسبة النجاح 68%، وتعتبر ضمن أفضل المديريات بنسب النجاح. طبعا الرابط نزلت بقناتي على التليجرام، وراح انزل الرابط بالوصف وراح انزله باول تعليق. هذه تربية القادسية، الرابط امامكم، قلت لكم راح انزله. اما محافظة او تربية نينوى، نتائج السادس الابتدائي تعلن خلال الاسبوع الحالي. يعني محافظة او تربية نينوى تقول نتائج السادس الابتدائي راح نعلنها الاسبوع الحالي، يعني هذا الأسبوع، حين الانتهاء لمن ينتهون من التدقيق الذي وصل للمرحلة النهائية. يعني إن شاء الله هالأسبوع، نهاية هذا الأسبوع تعلن نتائج تربية نينوى، وإذا كملوها شوفوا شلون حيكملوها. مثل ما قلنا هسه هذا الفيديو رابط تربية الديوانية، رابط النتائج السادس الابتدائي، او ان شاء الله بقت فتشي قليل المحافظات، ان شاء الله هي بالساعات القادمة راح تعلن نتائج المحافظات البقية.